مساء الخير عليكم، كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم كيف ما العاده جبت لكم واحد القصه ديال واحد السيده اللي الصراحه مسكينه بغاتكم تنصحوها، لان ردات الفعل ديالها كانت قويه بزاف، لان الزوج ديالها ما احترمش الام ديالها نهائيا، يعني نسيبته. شنو دار ليها وكيفاش دار ليها؟ غادي نخليكم مع القصه بالتفاصيل ديالها، ولكن اللي القصه اللي كتبقى مختصره وما فيهاش تفاصيل اللي كثيره. المهم نبداو على بركه الله. انا سميتي نزهه والعمر ديالي 27 سنه، واليوم جيت نعاود لكم الحكايه ديالي والمشكل اللي كنعاني منه مع الزوج ديالي. بغيتكم طبعا تنصحوني الله يجازيكم بالخير، حيت راني واقفه على الطلاق وما عارفه شنو غادي ندير. المهم غادي نعاود لكم بالتفاصيل. من نهار تعرفت على راجلي، هاد خينا عرفته في المود ديال الاب ديالي، هو كان خدام عند الاب ديالي، ومنين توفى الوالد الله يرحمه هو كان جعزانه فيه. انا من ديك الساعه غادي نشوفه الوالد الله يرحمه. انا كنت شديت بلاصتو في الخدمه وكنت عايشه غير انا وامي الحبيبه، حيت خوتي كانوا برا المغرب، وكنت غير انا وامي وحياتنا كانت عاديه. من بعد عام على الموت ديال الوالد ديالي بقاو كيجيو فيا الخطاب، قالت لي امي يا بنتي توكلي على الله، سيري امري على راسك وديري دويرتك، علاش غادي تبقاي بلا زواج؟ ها انت كتشوفي انا مره كبيره وعيانه ومريضه وما تعرفي وقتاش ربي يتفكرني، وانا بنتي بغيتك تزوجي ونتهنى عليك باش يرتاح بالي عليك. انا كنت كنقول لام ديالي امي الله يطول في عمرك ما تبقيش تقولي هكا، وانا ما كنفكرش في الزواج دابا. كانت كتقول لي لا يا بنيتي، الا لقيتي شي راجل يواتيك ويليق بيك ويكون راجل في كتافك توكلي على الله وتزوجي به باش نرتاح عليك. المهم دائما كانت مسكينه كتطلب مني ندير دويرتي ونتزوج. في داك العام السيد اللي كان خدام عندنا كان طامع فيا، كيبغي يتقرب مني. انا الصراحه كنت حاسه به باغيني، ولكن ما كنتش عاطيه اهميه وما كتجمعني به غير الخدمه وصافي. ولكن من بعد السيد غادي يبقى يبهرني وفي الخدمه ديالو، انا كنت كنقول صافي هذا هو ولد الناس وما في حالو حتى شي واحد. مع مرور الايام عطيت راسي فرصه مع هاد بنادم، وكان يا خواتاتي كياكل ليا الدماغ لدرجه قلت مع راسي انا ما غاديش نلقى محسن منه، حيت هو بدل بزاف ديال الحوايج في الخدمه، زائد الاب ديالي كان تايق فيه وخدمه معاه. واللي لفت الانتباه ديالي اكثر هو الاعجاب ديالو ليلي، كان معجب بيا بزاف. انا ما لقيت ما نقول، مني طلب مني نعطيه فرصه وندخلو لحياتي قلت ليه مرحبا مرحبا بك، ولكن الا ما تفاهمتش معاك ولا ما عجبتينيش ولا ما عجبنيش التفكير ديالك كزوج انا راه ما غاديش نوعد بشي حاجه. قال لي الا لكوني هاني وما يكون ان شاء الله غير الخير. فعلا تكلمت انا وياه على حياتنا الشخصيه، ديك الساعه كان كيدير اكثر ما في جهده باش يخليني نبغيه ونقتنع به كرجل. انا الصراحه ما لقيت فيه ما يتعاود، يعني شي حاجه ما يتعب زعما، سيد ريف حشومي، التعامل ديالو زويوان، زائد الاخلاق ديالو كان زعما ما بين الناس اللي السمعه ديالو طيبه ما فيه ما يتعب. واللي مهم من هادشي كامل كيبغيني وباغي يدير ليا بزاف د الحوايج وباغي على ودي يبدل شحال من حاجه. طبيعه الحال وافقت وقبلت نعطيه فرصه. قبل اخوتي ما ندير معاه في الطاجين ما يتحرق، كنت كنقول ليه بلي واحد خويا غادي يدخل المغرب باش يقابل رزق الوالد. هو ما كانش عنده شي مشكل، يعني السيد باغيني يعني بلا طمع بلا زواق. انا هو بين ليا بان زعما انا مهمه في حياته، داكشي اللي كان خويا فعلا دخل المغرب غادي يقابل رزق الوالد، وكذلك غادي يتزوج ويستقر يعني في المغرب. اما انا كنت ديك الساعه كنخطط للزواج ديالي وكنت في الدار، اما هو بقى خدام مع خويا بحال شحال هادي كيف ما كان مع الوالد وكثر عاد. المهم بقيت مخطوبه ليه تقريبا شي 5 شهور، تخطبنا اما العرس حددناه في الصيف، العطله الصيفيه عاد قلنا نديرو العرس ان شاء الله. حيت كنت مخطوبه يعني شي شهور، يعني تخطبت انا وياه في شهر 2، وديك الفتره ديال الخطوبه الزوج ديالي كان ديما كيجي عندنا للدار. امي الحبيبه كانت فرحانه بزاف، وفين ما كان كيجي كانت كتفرح به، كانت كتقول لي الحمد لله بنيتي ربي حياني حتى غادي نشوفك بيدتي عروسه. كنقول لها امي انت الله يطول لي في عمرك حتى تشوفي وليدات بليداتي ان شاء الله.
ايوا يا البنات، امي عزيزة عليا بحكم هي درويشة وعلى قد الحال ومسكينة يتيمة وما عندها شي واحد من غيرنا حنايا، وزيد عليها منين كان الاب ديالي عايش الله يرحمه كان صحيب معاها وحقرها وديما مطيح بيها على الارض بحكم البنات امي مسكينة شوية النطق ديالها صعيب، هي بحال كتهضر يعني ملوية شي شوية كتهضر على نيفا، ولكن انا وخوتي ما عمرنا حسناها بالنقص، بالعكس هذيك ام وحنا مفتخرين بيها، واخا يعني مسكينه كتبقى تعطل في النطق ديال الحروف كنا مولفين عليها وعندنا عادي. دازوا الايام وجات العطله الصيفيه، وجدت داكشي كامل على قبل العرس ديالي وفرحت براسي الحمد لله، اخوتي داروا ليا يعني واحد العرس راه ما نعاود لكمش كبير وزوين بزاف، فرحوني فوق القياس، وداروا لي العرس في القاعه يعني ديال الحفلات، فرحوا بيا ونشطوا معايا. ومن بعد مشيت مع الزوج ديالي، بديت حياتي مع هاد ولد الناس في امان الله وحفظه. في الاشهر الاولى عشت مع الاهل ديالو، كنت عايشه وسط منهم عادي، ولكن هما صعبين بزاف العقليه ديالهم في شكل، عنده واحد ثلاثة ديال خواتاتو صعابين بزاف عقليتهم ماشي حتى تما، اما الام ديالو مريضه بالسكر، هي واحد الانسانه اللي كتعصب بزاف، سبحان الله الانسان اللي كيطلع عليه السكر راه كيبقى يتعصب غير بوحديتو. اما الشيخ كثر ما كتخيلو، انا ما موالفاش بديك العيشه وما عزيزش عليا نبقى نقي في الهضره، هما من داك النوع اللي كيبقاو يقطعوا في بنادم، المهم كان عندي ما ندير من غير نصبر على وجه راجلي، حيت كان معايا مزيان وكيتعامل معايا زوين، بقيت عايشه مع الاهل ديالو عادي. دازت واحد 3 شهور وانا لقراسي حامله، كان جاني الحمل ديالي خايب بزاف، ومن نهار طاحوا ليا في كرشي وانا في السبيطار، من طبيب لطبيب ومن السبيطار للسبيطار، وكان عندي الجنين مهدد بالسقوط، مع كان عندي يعني بحال نقولوا طايح لتحت، اما انا نفسي حاره وعزيزه عليا وعزيزه عليا الشقه، كنت كنشق في الدار وهذا الحمل. حتى لواحد النهار جاني واحد الوجع اللي كان خايب بزاف وغادي يجيني اجهاض، طيحت بنادم وبقى فيا بطبيعه الحال، بكيت عليه ولكن كيف ما كان الحرب اللي بغاه وراه ما كانش من المكتب. صافي الحمل ديالي الاول ما كتبش ليا، ولكن من بعد غادي نرجع نحمل، وهاد المره كنت عطيت راسي الراحه التامه، ما بقيتش كنشقى بزاف، الويساتي مني شافوني ما بقيتش كنشقى ليهم في الدار بزاف، ما جاوهمش الحال وبغاو شغل نقولهم يقتلوني بسنانهم، انا ما كانوش كيهضروا معايا انفوجي، ولكن كانوا كيحرشوا عليا راجلي يعني كيدفعوا النار كتزند من التحت، غادي يديروا ليا المشاكل مع الزوج ديالي اكيد، وصلوا لداكشي اللي كانوا باغيين. طبعا شحال مره مشيت غضبانه عند امي لدارنا كتقول لي امي لا بنيتي هذيك عجوزتك وهذوك الويساتك خاصك تصبري معاهم وتحطي راسك في راسهم وتعاشري معاهم على ود راجلك، راجلك بنيتي راه ولد الناس وظريف وحنين وكيبغيك يعني ومتفاهم معاك، علاش انت غادي تنوضي تضيعي حياتك على ود يعني ناسك، دابا يتزوجي بنيتي وتهني منهم. دائما اخواتاتي كانت كدافع على راجلي كتقول لي راجلك مزيان بنتي وراه ولد الناس، وحتى الصراحه منين وقع عليه مشاكل مع خويا في الخدمه وتناقش مع خويا ناضت امي ودافعت عليه في الغياب ديالو وخاصمات على خويا على ودو، وقالت لي هذاك راجل اختك ولد الناس وظريف ومعقول وشحال هو خدام مع المرحوم، عمرنا ما شفنا عليه زعما شي حاجه او ما شفنا منه غير الخير، المهم طلع خويا هو اللي غلط ودافعت على راجلي، وحتى منين ربي فك وحيلي ولدت بنتي الاولى امي عاوناتني في المصاريف، وهي اللي كانت عاونات راجلي باش تبع لبنتي وباش جات ليها السبوح، حتى منين وقعوا بيني وبين يعني ناسي المشاكل وكنت باغا نعزل داري، امي الحبيبه هي اللي عطات راجلي واحد المبلغ مالي باش كرينا واحد ابارتومون، المهم خير امي كبيره لينا لانا لا راجلي. امي كانت دايره معايا اكثر من خوتي والله العظيم، والله العظيم الا كانت بعض المرات كتجيب لي الحوايج اللي خاصيني غير سرق على خوتي، وراكم عارفين الخوت ونسى الخوت كيفاش دايرين، مرات خويا ما كانش كتحمل فيا الشعر لا انا لا راجلي، حيت امي كانت مفضلاني على خويا ومهلية فيا وديما كنمشيو عندها لا انا لا راجلي، مرات خويا ما كانش كتحملني نمشي عندها وانا ما كنتش كنديها لا فيها ولا في خويا، حيت الدار كتبقى دار الوراثه، وحتى انا كنت سال حقي من داكشي اللي خلى لي نبا، ولكن على ود امي ما كنتش كنبغي نطالب حقي من خويا، قلت معليش مادام امي مهليه فيا وكتعطيني خويا ما كيهمنيش وماشي مشكل خليه يستافد هو،
من داكشي كامل اللي خلى الوالد. المهم البنات بقيت عايشه حياتي مع راجلي في امان الله. هو كان كيبغيني كيف ما قلت لكم وكيحماق عليا، وانا من اللي لقيته ولد الناس كنت دايره معاه الواجب ديالي بحال اي امراه. صافي بقينا بحال هكذا من بعد عامين على الولاده، غادي نلقى راسي حامله المره الثانيه، وهاد المره ربي عطاني ولد ما شاء الله ما شاء الله كيحمق زوين بزاف. حتى هاد المره البنات امي عاونتني بزاف، يعني عاونتني على الاسبوع وعطات له الفلوس بالتخبيه من خويا، حيت خويا ما عندوش مع راجلي. امي كانت كتعطيه وكتعاون معاه غير من تي صعبه زعما يتهلا فيا. درت الاسبوع ديال ولدي عادي في ديك الفتره ديال النفاس، امي الحبيبه غادي تجي باش تقابلني عادي بحال اي ام كتقابل بنتها، وكانت مغليه فيا يعني مغليه فيا بزاف. دست الايام، واحد النهار خواتاتو جاو عندي طلعوا عليا زعما حيت كنت مريضه. مهم جلسوا كاملين وكيتسناو امي اللي تنوض، امي مريضه وعيانه وطمعوا فيها باش تحيد وتمد ليهم وبزاف د الحوايج. هما ما عطاتهمش خاطرهم حتى يوقفوا يغسلوا ليا غير ما عن انا صراحه ما عجبنيش الحال، ولكن ما لقيت ما نقول واخا كنت عيانه مهلوكه وصحتي طايحه عليا نت كنشقى على لويساتي. يا حسره اللي جايين يطلعوا عليا حتى انا مريضه. وجدت ليهم انا القدي انا امي اللي كتب الله كلا ونادهم شو بحالاتهم. حتى ديك الكلمه ديال سمحي لينا والله يخلف ما قالوهاش، مشاو خلاو الجون كياكلوا فيا. كنت ناقش نراجع على ودهم، قلت لي حشومه على خواتاتك، جاو تبرزوا في الركنه وطمعوا في امي تشقى عليهم وهي مسكينه عيانه ومراه كبيره. قال لي واحد الكلمه انا ما عجبتنيش، قال لي وشنو فيها كاع الا امك كانت واقفه عادي، يعني راه خواتاتي راه جاو ضياف انا ما بغاش تسرط لي حيت حتى امي راه غير ضيفه عندي. امي جات غير تقابلني انا، يعني ماشي تشقى على خواتاته. هو كل ساعه كانوا غاديين جايين عليا. المهم هادي ودوزناها وقلت معليش ماشي مشكل. صافي دوزتها بشغمه ديال الماء وبردتها في قلبي، ولكن بعد شهر وعشرين يوم بالحساب غادي يجيو كاملين يتعشاو عندنا، لا هما لا خويا ومراته. انا ديك الساعه كنت طلبت من واحد السيده تشقى معايا باش ما نشقي معايا حد. ايوا انا كنت في الكوزينه وراجلي وخواتاتو وامي مرت خويا في الصالون، اما خويا كان خرج للباركو كان كيكمي وكيشرب واحد الكاس ديال القهوه في خاطرو. المهم انا مين كنت في الكوزينه سمعت امي كتهضر مع راجلي شويه وهي تسكت، وبقاو لويساتي كيضحكوا بواحد الطريقه بجهد. داك الضحك ديالهم ما عجبنيش، لفت الانتباه ديالي مشيت جلست حداه. منين جلست غادي نشوف راجلي شاد التليفون ديالو وداير فيديو الام ديالو هي كتاكل بيستاج المملحات. بحكم مي مسكينه دايره الفم كانت زولاته وحطاتو هكا فوق حجرها وجالسه كتاكل غير بشويه. انا ديك الساعه ما انتبهت قلت عادي، ولكن شويه ما يبقاو يضحكوا. المهم مرات خويا حسيت بيهم بحال تقرصوا وما عجبهمش الحال، لدرجه مرت خويا ناضت خرجت عند خويا البالكو. اما امي قالت لي بنتي بغيت نتوضى ونصلي، ناضت مشات للبيت تصلي العشاء وانا تبعتها. مني مشيت حسيت بحال قلبها مقبوط عليها، ولكن علاش ما عرفتش. حسيت براجلي وخواتاتي كانوا كيضحكوا عليها، ولكن ما كنتش متاكده ديك الساعه. قلت والو، ضربت الضم وسكت خليتهم حتى تعشاو ونادو مشاو بحالاتهم. حتى خويا مراتو مشاو بحالهم، عاد نط كنهضر مع راجلي قلت لي فلان. قال لي نعم. قلت لي علاش قبيله كنتو كتضحكوا انت وخواتك؟ قال لي كيفاش؟ قلت لي راني سولتك انت خصك تجاوبني. قال لي ولكن علاش؟ عادي كنضحكوا اصلا حنا غير كنا مجمعين وصافي. ضر فيا قال لي انتيا منويه وزايد عليك الحال بنتي لي، واش حتى الضحك ما نضحكوش في خاطرنا ولا كيفاش؟ عندك الساعه ما قلت ليه والو صافي، قلت يمكن كانوا غير كيضحكوا بيناتهم وصافي. ولكن ملي دخلت نعس غادي نلقى راجلي شاد التليفون كيضحك. ديك الساعه كان كيهضر مع واحد في قواتاته وكان كيهضر معاه في الواتساب. غير شافني دخلت قال لي صافي تصبحي على خير، حط التليفون وانا دخلت التواليت حاجاكم. انا عندي الكود ديال التليفون ديالو، شد التليفون هزيته باش نشوف شنو كان كيصور بالتليفون. دخلت للتصاور غادي نلقى راجلي مصور امي وهي كتاكل بلا فم. ديك الساعه دخلت الواتساب غادي نلقى راجلي مسات الفيديو ديال امي، يعني في واحد الجروب بينو وبين خواتاته كيضحكوا على امي وكيتمسخروا عليها. قال ليهم شوفوا الشارفه الاخرى دايره حاله في البيستاج. ايوا يا البنات يمكن حسيتوا بيا ياك، ما عجبنيش الحال نهائيا. ما رضيتش ان راجلي يصيفط لخواتاته فيديو ديال امي
ويضحكي ليها بديك الطريقة. أنا هادشي وحلية في حلقي. الراجل يضحك لي على أمي حشومة عليه ويدير منها مسخرة قدام خواتات ويقول لهم شوفوا الشارفة كيفاش كتاكل بيستاج ويضحك عليها وينسى الخير الخير ديال أمي عليه اللي ما خلت مسكينة باش معاوناتو تعاونت معاه وكتدافع عليه في الغياب ديالو وكتوقف معاه كتدور فيا أنا وكتجي منه هو. في الاخر ناض خواتاتي كيطيح بها قدام خواتاتو وعارف هما كيحملونيش وما كيتفاهموش معايا زائد داير فينا الضحك معاهم. المهم انا جاتني النفس على امي حاجه عاديه غتجيني النفس على امي. اش غنقول لكم نط انا وياه بالحق ما نكذبش عليكم ما سكتش ليه وما ما خليتش ليه نهائيا. قلت لي بزاف عليك ولا يحيك ومحسن منك الشماته. في الاول كان كيتمسخر كيقول لي انا بغيت غير نشد فيها وكنضحك معاه وصافي ولكن مني شافني غضبت منه وما عجبنيش الحال قلت لي انت كتضحك عليا ماشي كتضحك معاها. كيقول لي انت ما كتعرفيش الضحك. قلت لي الضحك باش ما بغيتي دوز عليك الا الضحك على امي وتردها قرده في وسط منكم هي اللي ما نتقبلهاش. هذيك راه امي واش عرفتي شنو هي امي ولا ما عرفتيش؟ عرفتي راه امي درت فيك شي حوايج اللي واخا نحسبهم ليك راه ما غنساليش. درت فيك الخير يعني رجعتيها قرده وكتضحك عليها كتقول لهم الشارفه كتاكل بيستاج. راه بزاف عليك امي والهلا يحييك. الحاصل زيت ثانويه في الهضره ومن بعد هزيت ولادي ومشيت عند الاهل ديالي غضبانه منه. اكيد ما قدرتش نقول الام ديالي السبب اللي خلاني نغضب عليه ونتخاصم معاه. هي مسكينه كترغبني باش نرجع ليه ولكن انا ما بغيتش نرجع ليه. مع العلم جا باش يردني واعتذر مني ولكن ما بغيتش ندوز عليه حيت هذيك اللي ضحك عليها وتفرش خاليها بالضحك راه امي يا خوتي راه نتوما غتحسوا بيا. ومازال هذا اللي ضحك عليها مازال ما ولدتوش امه مازال ما صغرتاتش عليه. انا واخا والده معاه جوج راه ما يحلاليش حيت هو صغر بامي وضحك عليها وسجلها فيديو وبقى كيصيفطو في الجروبات. هذه بالضبط باش تصرت ليا. المهم انا باش ندمو نط دفعت به الطلاق وصدمتو سيد ولا كيطيح ليا لرجلي ويقول ليا العار الى ما رجع لدارك. من اليوم ما نعاودش نضحك عليها راه بحال امي ولكن ما بغيتش نرجع ما بغيتش نبقى مستمره في هذه العلاقه. بالنسبه ليا الطلاق هو الحل. اش غادي نقول لكم فهاد الشهر بالضبط عندي اخر جلسه في المحكمه ولكن امي كتطلب مني نرجع ليه. خويا ومراتو حتى هما قالوا لي يرجع لدارك ولكن انا ما بغيتش باغي نطلق منه. دابا شنو بان لكم واش نكمل في الطريق ديالي وندمو على النهار اللي فكر يصيفط امي يتمسخر بها ولا نغمض عينيا ونرجع معاه ونعطيه فرصه يصلح الغلط ديالو. نتمنى عافاكم تجاوبوني كاملين وتقولوا لي واش عادي هادشي ولا ماشي عادي واش كاين شي نسيب كيتنمر على نسيبته. نتوما اللي كتسمعوا ليا واش كتنمروا على نسيباتكم؟ يعني الاغلبيه فيكم يكون مجوج اولا خصو يكون الاحترام بيناتهم. مع العلم ديما كيعيب الطريقه باش كتهضر زائد شحال مره الوساتي كيبغيو يقلدوا مي في كلامها باش زعما باش يتمسخروا عليها. انا ما كنتش كنلاحظها ولا كنديها فيهم ولكن هاد المره صدمتهم بالطلاق اللي دفعت لي واكيد ما غاديش ندوزها اليوم حيت امي اهم حاجه عندي ما نبغيش ليهينها طبيعه الحق. قدامي نتمنى منكم تنصحوني واش الا كنتو في بلاصتي تصبروا وتغمضوا عينيكم ولا تكون عندكم نفس ردات الفعل ديالي؟ واش نعطيه فرصه مازال تسمح لي ولا نطلق منه ونهز راسي عليه؟ هادشي اللي كاين. شكرا لكم بزاف. كنتمنى تجاوبوني في اقرب وقت. شكرا على الاستماع ديالكم. مع السلامه.